صباح الخير. يا رب. هن انصفن وبدن يجابوا ولا لا؟ لسه بدنا نحكي. لا هلا صار دوركم. صباح الخير سيدرا. صباح النور. كيفك محمد؟ بالبداية خلينا نتعرف أو نعرف المشاهدين أكثر شو هو التدريب التفاعلي، لنحكي عنه كيف بيتم تدريب الأطفال عليه. هلأ تدريب التمثيل التفاعلي هو عبارة عن مجموعة من التدريبات ضمن منهجية معينة فينا نحقق فيها فائدة ثلاثية، هي للعقل والجسم والروح. بنشتغل عليهم مع الأطفال، كل فئة عمرية معينة إلى جرعة تدريبية تختلف عن الطفل الثاني. أحياناً بيكون في مشاكل حياتية معينة بنشتغل عليهم بجرعات ثانية. أهمية تمثيل تدريب تفاعلي إنه هو نحن بنوصل المعلومة من خلال اللعب وليس من خلال التلقين. هو بيكتشف أي خبرة حياتية من خلال اللعب، فلحنا عم نحقق التعليم والفائدة والخبرة من خلال اللعب، وهي يعني أكثر شغلة بيحبه الولد هو المتعة واللعب. أكيد، يعني نحن أخذنا هيك التعريف الأساسي للتدريب التفاعلي، ولكن هلا رح نسمع شو هو عن جد بس بلغة اللي تدربوا. بلش مع سيدرا. سيدرا احكي لي عن المسرحية وشو عملتي فيها. المسرحية كتير حلوة. أنا أديت عملي بشكل جيد وبتمنى الجمهور حب هالمسرحية. وبشكر الكوتش على الدعم اللي عطانا اياه، وكثير شكرا لك. شو كان دورك؟ شو عملتي بالمسرحية؟ احكي لي اكثر. دوري انه انا بدي اكتشف كوكب. هو بيكون انه كوكب رجال آمنين. وبعدين بلاقي بيعطوني جائزة وهيك بكون لقيت هالكوكب. بكون راحت. هلا بترجع. محمد خلينا نحكي، انت كيف تدربت على المسرحية؟ شو كان دورك فيها للمسرحية؟ دوري انه بياخذني الوسواس وبيروح. بعدين بنلاقي الوسواس هو كان على شكل شخصية بالمسرحية. هو شخصية الوسواس على شكل شخصية. هو اللي احنا قصدنا فيه الآثار السلبية تبع التكنولوجيا فسميناه الوسواس. يعني هو بيضل وراك، معناته انت كل وقت كنت معناته على الموبايل او على تمام على الجيم عم بيشتغل عليها. وبعدين بياخذوا ناحية الممثلين من ناحية التقنيات المستخدمة. وقت انطلقنا بمشروع تيلانو كان عنا أول تحدي النص اللي بدنا نشتغل عليه. النصوص بالعالم كلها هي من ألف ليلة وليلة، سندباد، سندريلا، يعني صار في تكرار كتير لهذا الموضوع، كل سنة بيكرروها برؤية فنية جديدة. التحدي الأول أنه نحن هلأ دخلنا على التاريخ السوري، الأساطير السورية، فوجدنا بدل ما يكون في ألف ليلة وليلة في مليون ليلة وليلة بالتاريخ السوري. هلأ نحن عم نحضر شيء بهذا الموضوع، بس وقت كان عندنا وقت على العيد لازم نعمل شيء، فأنا تصديت لمشكلة مجتمعية هي التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي اللي أخذتنا من بعضنا. الغزو التكنولوجي اللي دخل على جميع مفاصل الحياة. هلأ هي مهمة بس هي أخذتنا من بعض، ما عاد في تواصل واقعي بينات بعضنا، فتصدينا من خلال هالمسرحية لنحكي كيف فينا نستفيد من التكنولوجيا وكيف فينا نلغي الأثار السلبية تبعها من خلال أطفال ومن خلال مجموعة من الدمى كانوا عم بيمثلوا الموبايل، الشاحن، التيتة. اللي احنا رجعنا كتير للتيتة، التيتة كتير عملت شيء حلو كمان، يعني منحبها للتيتة، الأطفال بيحبوا التيتة كتير، يعني بيحبوا هي الدلال تبعهم يعني. فكانت التيتة موجودة على المسرح. كان معي حدا بالديكور، مهندس ديكور كان كتير رائع معي، العلامة البصرية كلها اللي اشتغلت كانت كتير مهمة، فهو فريق عمل متكامل، جهد متكامل كان، وهي تجربة عم نتعلم فيها هلأ كيف نشتغل كمان مسرح طفل بطريقة احترافية، ما لأنه لحنا بس عن جد هي تجربة لأول مرة على مستوى الوطن العربي بالناحية التكاملية. بس بدي نوه لقصة، أنا بشكر الأطفال الموجودين معي لأنه هنن بعد تدريب شهر طلعوا على المسرح، وعن جد على المسرح كانوا أبطال
الأبطال أبطال يعني قد الحمل تماما يعني هن ورفقاتهم كمان يعني. ولو بيسع المكان كنا جبنا الكل. أكيد لو بيسع المكان كنا جبنا الكل. هنا أكيد نوجه لهم تحية لكل الأطفال المشاركين. ونرجع شوي لسيدرا. سيدرا يعني مثل ما قال محمد كان في إلك دور كتير مهم أنت ساعدتي. هلأ بالحقيقة عن جد فكرتي بالشيء اللي عملتي أنه ممكن تبعدي شوي عن هذا الوسواس ولا بس هيك لعبتيها دور بالمسرحية وبس؟ هلأ هي من جهة مسرحية مسرحية بس أنا يعني أنه أكيد بدي يعني أبعد عن الوسواس. فكرتي يعني فيها بعد فكرت المسرحية؟ ويعني أكيد الواحد ما بيخلي له الوسواس يأثر عليه ويسيطر عليه ويسيطر عليه. وبهالمسرحية كتير انبسطت إنه الجمهور عجبه هالمسرحية. وتاني مرة بشكر الكوتش. كل مرة شكراً لك. في علاقة حلوة هيك بين مع الأطفال. هلأ من القلب للقلب يعني ما فيها. بس قديش فعلاً يمكن اليوم عالم الأطفال هو يمكن العالم الأجمل لما تغوص بتفاصيله. بس قديش فعلاً صعب لتخاطب الطفل. الطفل اليوم ما عاد مثل الطفل القديم يعني. اليوم تتفاجأ بأعمار الأطفال بعقلهم بتلاقي الطفل أكبر من عمره. فهي التفاصيل كتير مهمة. قديش فعلا اليوم عم تقدروا من خلال مسرح الطفل. يعني مثل ما قالت كوتش انه مسرح الطفل اليوم يفتقر. سابقا كان مسرح الطفل مثل ما كنا نشوفه قبل بالمدرسة فعال بشكل كتير كبير. يعني ايامنا بالابتدائي دائما مسرح الطفل بشكل سنوي على مستوى المحافظات وعلى مستوى القطر. بس طفل زمان يختلف عن طفل اليوم. هلا راح جاوبك. اول شيء عن جد كل شيء كان بالمدرسه قديم واللي ربي عليه هون اثر فينا. على فكره الدراما السوريه هي طالعه من المسرح الجامعي مسرح الشبيبه. في كثير ناس اشتغلوا كثير حلو فيها. هلا احنا رجعنا على المدرسه. هلا احنا بكل مدرسه عم نكون لنا فعاليات مسرحيه شاغلين معهم. الفريق مدرب عندي يكون عم بيأدي على اكبر مستوى موجود. هلا الفكره اللي عم نحكي فيها انه الطفل لتتعاملي معه بده سد كبير. يعني بس تكوني صادقه معه بتعاملي بدون مجامله. ما بتلقني المعلومات فيك تاخدي منه كثير. هلا صار معنا انه سيدرا انتقل دورها من دور صغير لدور بطولة بيوم واحد. يعني هي اخذت بطولة بيوم واحد. هذا عن جد كان تحدي لنا لظرف طارئ صار عنا يعني. فهي من اليوم الثالث صارت حامل العمل. هي اللي احنا تدربت 3 ساعات على العمل وكانت قد المسؤولية عن جد يعني. حملت الموضوع كله يعني. انا بتشكرها هلا بقى لانه هي اجى دورك. طبعا انا بتشكرها لانه كانت متعاونة معي وقالت لي انا قد الحمل وقدرت تعمل شيء. طبعا ومحمد كمان يعني ثقته بنفسه كتير كبيره ولانه كمان اول مره بيوقف على المسرح بس كمان بيأدي كتير. قد ايش جميل يعني. المسرح الطفل المسرح المدرسي يعني اعاده احياء بشكل كتير كبير اليوم. في شيء بدنا نشتغله يا ريت يعني مشروع وطني للتوعيه عند الاسره. الاهل ما عم يستوعبوا اهميه
المسرح والالعاب للاطفال. نحن كثير ناس بنروح على مطاعم وكذا، ما لي ضد هي الفكره، بس نحن الولد عم بيقعد ما عم بيسوي، عم بيكون غير متفاعل. من خلال تيلانو نحن عم نقدر نخلي الولد مشاهد ومشارك ومتفاعل، ثلاث قصص يعني موجودين، وهو مشروع وطني يعني، مو مشروع يعني مو مشروع شخصي يعني، لازم الكل يتعاون فيه يعني. ما في وعي لاهميه اللعب للاطفال عند الاهل صراحه. اكيد. طيب بدنا نسمع هيك من محمد مقطع او شيء من اللي قدمته بالمسرحيه. يلا جزء من المسرحيه. انا بعرف خطاي وان التكنولوجيا اخذتني وبعدتني عن اهلي ومجتمع بدراستي، وبوعدكم اني ارجع مثل ما كنت. سيدرا. انا جزء صغير صغير من قطعه فسيفساء كبيره بشكلها شعب ما بيعرف إلا الشجاعة، ما بيعرف إلا الكرم، ما بيعرف إلا الضحكة. ضحكوا ضحكوا ضحكوا، الضحك قوة. شكرا سوريا لأنك مني، شكرا سوريا لأنني منك. هذه البداية لننطلق. الله، عن جد كثير حلو، في ثقة يعني، جميل انه انت مدربهم لحتى يقولوا شيء وهو جزء منهم يعني، وفترة بزمنية قصيرة يعني. تمام. احنا عم نحكي عن شهر. هلا هو بالتكنيك، هلا هي عم تشوف علم سوريا قدامها، هي عم تحكي هلا بتكون عم تشوف العلم السوري قدامها يعني، فهو طلع من القلب يعني، بيأثر فينا كلنا لأنه نشتغل. التمثيل بده صدق كتير يعني، ما عاد بده الإيماءات المصطنعة، ما بده الكليشات يعني، بده صدق. الضحكة بدها صدق يعني، كل ما حكى أي موقف إحنا بنحكيه بصدق بيضحكنا يعني. أكيد يعني. كمان كوتش خلينا نحكي عن شغلة كتير مهمة، اللي هو أهمية شو عم بيتم من خلال هذا المسرح التفاعلي. أنت حكيت أنه بشكل عام الأطفال هلأ عم يلعبوا لمجرد فقط تمضية وقت. تمام. أو أنه أهلهم يريحوا راسهم منهم. نحن هلأ اليوم لما ندخلهم على هيك شيء قدهن رح ياخذوا فائدة كبيرة لبعدين. هلأ كل طفل هو عنده طبيعة فطرية، هو ببداية اكتشاف المحيط والمجتمع، ففي لك توصلي له مسيجات اللي بدك اياها. المسيجات اللي عم توصله اليوم كثير ما لها جيده، من خلال افلام الكرتون الاجنبيه، من خلال القنوات اللي بتعرض اغاني معينه بايقاع معين بدون رقيب، بدون رقيب. صحيح. معين. نحن هلا اهم شغله بتدريب تمثيل تفاعلي هو مهارات الحياه اللي بنعطيها للطفل، وكشف اكتشاف الموهبه الفطريه الموجوده عنده. كل طفل رب العالمين بيعطيه موهبه معينه بنقدر نكتشفها وبنقدر نشتغل على تنميتها. عم نتحول هلا من انه يلقن المعلومه لاكتشاف المعلومه، وقت بيكتشفها بتصير مستوعبها، هاضمها، بيحبها، بيقدر يشتغل عليها. نحن في مستوى من التلقين ايام الدراسه للطلاب عم بيكون كبير كثير. الاهل كمان بالصيف ما عم بيريحوا الطفل، تعداد النشاطات اللي عم يستخدموا له اياها بالاضافه للدراسه عم تعمل له كثير توتر، هو ما له فائده. حجم الانسان بيقدر يدرس خمس ساعات، اربع ساعات، خمس ساعات. ما بعرف ليش كلنا مدورين على العلامه الكامله. خلينا نطالع شخص مبدع، ان شاء الله يكون اخذ صفر بكثير اشياء، بس نطالع شخص مبدع. عم شوف مدارس كلهم اخذين علامات كامله يعني، ف مو غلط، بس الفكره انك تفرغ الطاقه بشكل صحيح يعني. عندك ثلاث اربع ساعات دراسه، ثلاث اربع ساعات يعني لعب يعني من خلال المدرسه، المسرح. خلينا نحكي معك كوتش قبل ما يخلص وقتنا، الشيء اللي عم تشتغلوه على مستوى المدارس شو هو يعني بعد هي الخطوه؟ مثل ما قلنا عم تشتغلوا على شيء احياء المسرح المدرسي بشكل مثل ما قلت يكون في له رساله وهدف، وبنفس الوقت ما يكون مباشر. هلا اذا بس بتمنى زيارتكم للمسرحيه، لانه هي المسرحيه حركه وايحاء، النص كثير قصير، شفتوا العبارات مختصره، جمل قصيره، الطفل ما بيحب الحوارات الكبيره. هلا نحن في اتفاقات مع مدارس كثير انه نكون موجودين بفعاليات اسبوعيه، في فعاليات بالحدائق موجوده عند تبلش كل يوم سبت. هلا يوم السبت انا موجود بحديقه القصور، هلا صار اسبوعي لنعمل الحكواتي، اكون انا الحكواتي مع الاطفال، مع اطفال مين بحب يجي اهلا وسهلا. حديقه كثير حلوه فيها مكتبه صارت بالطبيعه، عن جد في مشاريع بالبلد عم بتصير كثير حلوه على المستوى المجتمعي، فعليه يعني، عن جد فعليه، ما هي صور سيلفي بس يعني، عم تتاخذ خلال اوقات معينه يعني. فهي عم بتكون شغلات كتير حلوة ومشاريع عم تشتغل بصمت
يعني انت عم تشوفي ناس عم تنشغل بصمت، انا بفتخر بهيك اشخاص عم شوفهم هلا عم بيعطوني امل انه اقدر كمل وانه مشروعي صح. اكيد يعني هذا الشيء نحن متاكدين منه، وبدنا نشكرك كوتش سعيد على كل شيء عم تعمله سواء مع الاطفال او حتى مع الكبار. بدنا نشكر سيدرا ونتشكر محمد، شكرا كثير لكم، شكرا لوجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق، شكرا كثير لكم لوجودكم معنا، شكرا كثير.